قبل أيام نقل أنه عائلة كانوا رايحين إلى البحر للترويح، شايفين امرأة عجوزة قاعدة على جانب من البحر على بساط وأمامها براد من الماء، قاعدة هالشكل تنظر. خب هذا شيء طبيعي. تمضي الدقائق والساعات لعله وفترة طويلة هالشكل قاعدة ماكو معاها أحد. وبعدين ينتصف الليل مثلا، يتأخر الليل، واحد يجي إلى هذه العجوز من هاي العائلة يقول لها: يما أنت ليش قاعدة هنا؟ قايلة أنه أنا أنتظر ابني، ابني جابني إلى هنا على البحر وراح، قال عندي شغل، أنا أروح إلى شغل وأنتظره. قال الآن انتصف الليل، تأخر الليل، ايش وقت يجي هذا؟ قالت ما أدري، قال عندي شغل وأعطاني هذه الورقة. يفتح هذا الرجل هذه الورقة يشوف أن الابن كاتب في هذه الورقة الرجاء ممن يعثر على هذه العجوزة أن يوديها إلى دار الرعاية. انتهى، اترك خليره، حس قد يكونون يعاملوها معاملة حسنة في دار الرعاية، ولكن هذا القلب المكسور من اللي يجبره؟ عندما كنت تحتاجون إلى هاي الأم استفدت منها، بعدين الآن عندما صارت عجوزة شوية لازم تخدموها، ذبها في دار الرعاية، هالشكل خلي تروح. هذا انكسار القلب كيف يجبر؟ مو الكلام في الناحية المادية. المهم أنت كل كمالاتك الوجودية فرع وجودك، كل كمالاتك الوجودية، شنو عندك من كمالات وجودية؟ العلم اللي عندك هذا فرع وجودك، إذا ما كان عندك وجود ما كان عندك علم. القدرة التي عندك هذه فرع وجودك، إذا ما كان عندك وجود ما كنت موجودا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذا ما كنت موجود قدرة ما كان عندك، علم ما كان عندك، هذه الكمالات اللي عندك ما عندك، الأعمال الطيبة التي تقوم بها ما كانت عندك، كل خطوة، كل عمل، كل حركة، كل نظرة، كل كلمة من الكلمات الطيبة والأعمال الطيبة التي تقوم بها هي فرع وجودك. إذا ما كان لك وجود لم يكن هنالك شيء. جيد، الأب له حق الوجود عليك، الأم لها حق الوجود عليك، الله منه الوجود، الأب والأم به الوجود. لاحظوا الآية الكريمة تعبير في مكان آخر حول المطر، الله يقول فأخرج، من أخرج؟ الله أنزل المطر، من أخرج؟ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. من أخرجه؟ الله. بمن؟ بماذا؟ بالمطر. ماكو منافاة بين هذين الكلامين. فأخرج، من أخرج؟ الله. بماذا؟ بالمطر. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فمن اللي أنشأك؟ الله. لكن بماذا أنشأك؟ بالأبوين. الله ما منه الوجود، والأب والأم ما به الوجود، فبناء على ذلك مثل المطر في هذه الآية الكريمة إذا تدققون في كلماتها. فإذا الأب له حق الوجود عليك، إذا كل كمالاتك مرهونة بأبيك، كل كمالاتك مرهونة بأمك، كل عمل خير تعمله إلى آخر حياتك، كل صلاة تصليها هاي مرهونة بأبيك، كل حج تحجه هذا مرهون بأمك، كل عمل خير تقوم به هذا مرهون بالوالدين، حتى إحسانك إلى الوالدين هذا مرهون بالوالدين. يعني أنت عندما تقدم خدمة إلى أبيك وأمك، هذه الخدمة لولا الأب والأم هذا توفيق، واحد يخدم أبوه واحد يخدم أمه هذا توفيق. إذا ما كان الأب
وما كانت الأم، ما كان بإمكانك أن تقوم بهذا العمل، فحتى إحسانك إلى الأبوين، مدقق ملتفت إلى هذه الملاحظة، حتى إحسانك إلى الأبوين هذا في الواقع إحسان من الأبوين إليك، فهل تتمكن أن تؤدي حق الأبوين؟ أبدا. لو أنفقت كل عمرك في خدمة الأبوين ما أديت حقهم. الله الذي هو المالك، الذي هو الآمر، الذي هو الناهي، أمر بذلك، مو فقط أمر بذلك، قضى بذلك، وقضى، القضاء أقوى من الأمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أول شيء العبادة لله، التوحيد في العبادة. بعدين شنو؟ لاحظ في الرتبة الثانية، في المرتبة الثانية، وبالوالدين إحسانا. من الوالدين؟ لم يحدد. والدين مؤمنين؟ ما في تحديد. الوالدان مؤمنان؟ نعم. مخالفان؟ نعم. مشركان؟ نعم. كافران بالله؟ نعم. حتى إذا الأب كافر، حتى إذا الأب فاسق، حتى إذا الأب فاجر. وبالوالدين إحسانا. الله تعالى في آية ثانية يقول: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إحسانا وبالوالدين إحسانا، أي نوع من الإحسان؟ لم يحدد في الآية. كل نوع من أنواع الإحسان داخل في هذه الآية. هل ينتهي حق الأبوين في مرحلة الحياة؟ لا، بعد الوفاة أيضا لهم حق. أنت الآن أبواك ميتان، الكبار الذين مات آباؤهم وأمهاتهم، الحق مستمر، الحق لم ينقطع. قد يكون الإنسان بارا بوالديه في حياتهما، ولكن يتحول إلى عاق لهما بعد وفاتهما. هذا حق إلى آخر لحظة من حياته، هذا الحق ما بفكاك، ما في مناص، واحد مدين لوالديه إلى آخر لحظة من حياته. إذا عليهم قضاء صلوات يقضي صلاتهم، إذا ما يحب يقضي يكلف واحد يقضي صلاتهم، يقضي صيامهم، يحج عنهم، يستغفر لهم. في هذه الآية التي تلوناها: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الحق ما ينتهي، يستغفر لهما، يتصدق عنهما، يبني المشاريع الخيرية بأسمائهما. قد خدمة حقيقة هذه، كل واحد يدخل في هاي الحسينية في هذا المسجد يقول الله يرحم. هذا شلون بر بالوالدين حقيقة، من أفضل أنواع البر بالوالدين.